بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هناخد شيت 3 اللي بيتكلم عن الموديليشن. قبل ما نطبق بس في الشيت هنتكلم عن كام فكرة كده عن الموديليشن. اول حاجة، ليه بنعمل موديليشن؟ why موديليشن؟ مبدئيا يعني ايه موديليشن؟ موديليشن معناها تعديل، معناها ان انا بمسك السيجنال الاصلية اللي عندي اللي انا عايز ابعتها وببدأ أعدل عليها، بعمل عليها مجموعة من الستبس بحيث أحميها من أي عملية attenuation أو distortion ممكن تتعرض ليها. طيب السيجنال اللي احنا عايزين نبعتها دي، لو جينا شفنا الويف لينث بتاعها اللي هي لامدا، الطول الموجي يعني، هنلاحظ دايما ان لامدا دي بتتناسب طرديا مع اللينث of antenna، بمعنى ان طول الانتنة اللي المفروض تتصمم هيكون كبير جدا لو اللمضة كانت كبيرة. ودايما الويف اللي انت بتبعتها من غير اي تعديل دايما بتبقى اللمضة بتاعتها كبيرة، الويف لينث او الطول الموجي ليه كبير. ايه السبب في ده؟ السبب في ده ان تردد الويف بتاعتك الاصلية بيبقى صغير. في دايما علاقة بتربط ما بين الويف لينث وما بين الفريكوانسي، دايما يقولك الويف لينث يساوي سي على الاف، على اعتبار ان سي هي سرعة الضوء 3 × 10^8، فريكوانسي هو تردد الويف، والويف لينث هو الطول الموجي للويف دي. فلو انا مش عامل اي تعديل على الويف، الويف الاصلية بيبقى دايما الفريكوانسي بتاعها قليل، وبالتالي الويف لينث كبير، وبالتالي لو انا هصمم انتنة هيكون الطول بتاعها كبير جدا، ودي حاجة ابنورمال. فانا لازم اصغر اللمضة دي. اصغرها ازاي؟ ان انا اعلي التردد. من هنا جت فكرة الموديليشن. فبعمل ايه بقى بالظبط؟ بجيب سيجنال بسميها كارير، الكارير دي يبقى التردد بتاعها عالي، بجيب الكارير وبضربها في السيجنال بتاعت اللي انا عايزة ابعتها، فبتبقى المحصلة سيجنال جديدة نتيجة الضرب، سيجنال جديدة، السيجنال دي التردد بتاعها بيكون عالي، وبالتالي لمضة ليها بتكون قليلة. في الكيس دي بقدر ان انا اصمم انتنة الطول بتاعها بيكون مناسب. لو جينا شفنا الصورة العامة للكارير، تعالوا مثلا نرمز له سي اوف تي. الصورة العامة بتساوي امبليتيود مضروب في كوزاين 2 باي اف، مثلا اف سي في تي زائد سيتا. هنلاحظ ان احنا عندنا هنا 3 بارامترز مختلفة، عندنا الامبليتيود، عندنا الفريكوانسي، وعندنا الفيز او الزاوية. قالك لو الكارير اللي انت بتضربه في السيجنال ده اتغير فيه واحد من البارامتر، واحد من التلاتة، بناء على التغيير ده هيكون نوع الموديليشن بتاعك. بمعنى لو التغيير كان في الامبليتيود فاحنا هنسمي نوع الموديليشن اللي عندنا AM، لو التغيير كان في الفريكوانسي هنسميه FM، لو التغيير كان في الفيز هنسميه PM. يبقى عندي amplitude modulation، frequency modulation، أو phase modulation. إحنا نبدأ الأول بأول نوع دايما بنبدأ بيه، وهو الـ AM أو الـ amplitude modulation. والـ amplitude modulation جواه أنواع كتيرة، بس إحنا هنبدأ بأول نوع عندنا، وهو حاجة اسمها الـ double side band full carrier، أو ممكن يسمى باسم تاني. بعض الريفرنس تكتبه على طول الدبل سايد باند، تمام. في بعض الريفرنس برضو تكتبه AM. المهم ان كل دول لاول نوع. فول كارير يعني ايه؟ فول كارير يعني الكارير موجود. هنشوف تفصيل الكلام ده دلوقتي. فكرة الموديليشن بشكل عام، احنا المفروض بيبقى عندنا البيس باند سيجنال، احنا اتكلمنا عليها قبل كده، البيس باند اللي هي السيجنال الاصليه بتاعتنا، ممكن نسميها برضو موديوليتنج سيجنال. خلينا مثلا نرمز لها بالام اوف تي، ماشي. الموديوليتنج دي انا باجي اضربها في الكارير، ايه اللي بينتج بعد كده؟ بينتج حاجه اسمها modulated signal.
الميديوليتد سيجنال دي هي دي اللي بنبعتها هناك، هي دي اللي بنبعتها للريسيفر. تمام. طيب الفكره دي بتطبق في كل انواع الموديوليشن، سواء اي ام اف ام او حتى بي ام، ان انا بيبقى عندي كارير بضربه في السيجنال بيطلع بعد كده الميديوليتد، لكن كل نوع تفصيله مختلف عن التاني. اول حاجه هنشوف الاي ام وذ الفول كارير. الفكره كلها بيبقى عندي الميديوليتنج، مثلا خلينا نرسم اي شكل. لو انا عندي مثلا حاجه بالشكل ده، مثلا دي هي الام اف تي احنا عايزين نبعتها، طبعا ليها بيك فوق خالص مثلا ممكن نسميه ام بي، وتحت خالص ممكن نسميه سالب ام بي. تمام. عايزين نبعت السيجنال دي في اول نوع اللي هو الفول كارير. الفكره كلها ان انت بتمسك السيجنال بتاعتك لازم تضيف عليها الاول قبل ما تضرب في الكارير، لازم تضيف عليها جزء دي سي، جزء كونستنت، يعني مثلا حاجه كده مثلا قيمتها ايه. تمام. الناتج لما تيجي تضيف ده على ده الناتج هيحصل ايه فيه؟ اللي هيحصل ان السيجنال دي هتتشفت لفوق بمقدار الامبليتيود اللي انت ضفته، فممكن يبقى الشكل عامل ازاي. الشكل الجديد هيبقى طالع فوق الزيرو شويه، يعني ممكن مثلا نفترض ان هي دي الاي، خلاص الشكل هيبقى عامل كده مثلا بالشكل ده. دي كده مبقتش الام اوف تي، دي بقت ام اوف تي زائد الاي، بحيث انها تكون اعلى من الزيرو. تمام. طبعا ده في كل ايه، في كل التايم فور اول تي، اعتبر ان ده كده التي. دي بقى السيجنال اللي انا باخدها وبعد كده بضربها في الكارير. الكارير زي ما قلنا الشكل العام ليه او الصوره العامه ليه الكوزاين، فلما اضرب حاجه زي كده في الكوزاين ايه اللي هيطلع؟ الشكل هيبقى عامل ازاي اللي هو الموديليتد. هناخد نفس الشيب ده بالظبط، هيترسم فوق كده ونفسه بالظبط هيترسم تحت بنفس البعد تقريبا بالشكل ده، وما بينهم الكوزاين، بس مش عارفه ارسم كويس عشان بس الدقه عندي، بينهم الكوزاين بالشكل ده. دي كده السيجنال اللي احنا هنبعتها، هي دي الموديليتد. وممكن نديلها رمز مثلا كيو اي ام اوف تي. كيو اي ام معناتها دي كده الموديليتد سيجنال بعد ما اتضربت في الكارير. يبقى فكره الدبل سايد باند فول كارير موجوده بس في الحته دي او الخطوه دي، خطوه الدي سي او خطوه الكونستنت اللي بيتضاف على الام اوف تي، لان في انواع تانية بنعمل سكيب للخطوه دي، الخطوه دي مش بنحطها معانا. يبقى لو جينا دلوقتي كتبنا الايكويشن اللي بتمثل الكيو اي ام او بتمثل ميديليتد سيجنال، خلينا بس الاول نفنط الحاجات اللي احنا قلناها. عندي المسج سيجنال، المسج سيجنال هي نفسها البيز باند او هي نفسها السيجنال الاصليه بتاعتنا، رمزنا لها بالام اوف تي، وقلنا عندنا امبليتيود اوف دي سي رمزنا له بالA، ممكن نقول مثلا AC خلاص. وعندنا الكارير اللي هو متمثل في الكوزاين أوميجا CT، طبعا C دي اختصار للكارير. طيب تعالوا بقى نجيب الـ QAM of T، دي بتساوي ايه؟ المفروض ان انا اخدت الـ M of T ضفت عليها الـ AC والناتج ضربته في الكوزاين، يبقى هنقول الـ M of T زائد الـ AC مضروب في كوزاين أوميجا CT. لو جينا وزعنا الكوزاين هنلاقي عندي AC كوزاين أوميجا CT زائد M of T مضروبة في كوزاين أوميجا CT. المفروض إن السيجنال دي هي دي اللي إحنا هنبعتها، فهي عبارة عن two parts أو جزئين. لو خدت بالك الجزء الأول ده عبارة عن إيه؟ ده amplitude مضروب في كوزاين، صح؟ اللي هو مين ده؟ ده الكارير. والجزء التاني عبارة عن إيه؟ عبارة عن السيجنال مضروبة في الكارير، يعني كأن ده السايد باند بتاعك
يعني دي الميديليتد انت المفروض تبعتها، وباعت معاها الكارير، باعت معاها الكوزاين، عشان كده النوع ده بنسميه فول كارير، دبل سايد بنت فول كارير، عشان الايكويشن بتاعتنا فيها ترم فيها الكارير، على عكس انواع تانية مش هتلاقي فيها الجزء ده. تمام، فده كده الكارير بتاعنا احنا بعتينه، ومعانا حاجة اسمها السايد بنت اللي هي السيجنال اللي انت ضربتها في الكوزاين سايد بنت. طيب الكلام ده شكله في التايم، طب لو عايز اشوف شكله في الفريكوانسي هيبقى عامل ازاي؟ طبعا انا في التايم دومين ما بعرفش اجيب اي باند خالص للفريكوانسيز، فلازم دايما السيجنال دي اروح اشوف شكلها في الفريكوانسي عامل ازاي، او اللي هو الدومين التاني، بحيث اقدر اطلع الباند بتاعتي، بعرف كل جزء فيهم شغال في اي باند. ننزل تحت شويه، يبقى هناخد السيجنال دي اللي هي كيو اي ام اوف تي، وهنشوف شكلها في الدومين التاني الفريكوانسي دومين. احنا اخدنا طبعا السكشن اللي فات اخدنا فورير ترانسفورم، وازاي نقدر نجيب فورير ترانسفورم لكل سيجنال عشان نشوف الفريكوانسي دومين بتاعها. فاتكلمنا على الكوزاين، واتكلمنا برضو لو في سيجنال مضروبه في كوزاين، يعني احنا قلنا قبل كده لو كوزاين لوحدها الدومين بتاعها يبقى عامل ازاي، وقلنا قبل كده لو في ام اوف تي ضربت في كوزاين، يعني كانت ضربت في اي في التايم، فالمفروض في الفريكوانسي يحصل شيفت في الفريكوانسي اللي هي خصائص فورير ترانسفورم. فلما نيجي نشوف الشكل الفانكشن دي في الفريكوانسي دومين هيبقى عامل ازاي، لو اخدنا اول حاجه الكوزاين اللي هي طبعا امبليتيود اي سي اخدناها المره اللي فاتت، باي دلتا اوف اوميجا زائد اوميجا سي زائد دلتا اوف اوميجا ناقص اوميجا سي. تمام، ليه دلتا؟ لان كان الكوزين اتضربت في 1، يعني كانها مضروبه في فانكشن 1 او مثلا باي، فالناتج ده اللي طلع او شكل الكوزين في الفريكوانس دومين عامل ازاي، واخدين الدلتا بتاعت الاوميجا نفسها، ومره بنشفت عند الاوميجا سي، ومره عند سالب اوميجا سي اللي هي الاوميجا بتاعت الكارير اللي هنا. بقى خلصنا كده اول الترم. تاني ترم اللي هو بتاع الجزء ده نفس الكلام، هناخد الفانكشن دي اللي هي الام اوف تي، وهتتشفت بما انها اتضربت في كوزاين، والكوزاين عباره عن 2 اي، فمره هتتشفت عند الاوميجا سي، ومره برضو عند ايه، عند السالب اوميجا سي. بس ما ينفعش نكتب ام سمول عشان نميز ما بين التو دومينز، هنعملها ام كابيتال دايما. فهنقول هنا نص، لان طبعا هناك الكوزاين ليها نص، ام اوميجا زائد اوميجا سي بعدين زائد ام كابيتال اوف اوميجا ناقص الاوميجا سي، بس كده. كده المفروض ان هو شكل الميديليتد سيجنال في الفريكوانسي دومين. طب لو حابين نرسم الكلام ده، تعال نرسم شكل الام اوف اوميجا الاول اللي هي البيز باند في الفريكوانسي دومين، ونرسم شكل الميديليتد سيجنال دي في الفريكوانسي دومين. تعالوا مثلا نتخيل ان الام اوف اوميجا، بعد شويه كده، لو افترضنا الام اوف اوميجا شكلها كده مع الاوميجا طبعا، مثلا حاجه كده. تمام، الباند بتاعها من اوميجا ام حد السالب اوميجا ام، الامبليتيود بتاعها مثلا خلينا نفترض ان هو اي ام، دي كده الام في اوميجا. فدايما الباند بعرفه ازاي؟ الباند بتاع الفريكوانسي من الزيرو، من اول الزيرو لحد الحد بتاع الويف اللي عندي ده، كده بنسميه الباند ويدث او البي، ده الباند بتاعها. خلاص، الجزء النيجاتيف ده طبعا مش باخده معايا، باخد دايما الجزء البوزيتيف اللي هو من بعد الزيرو. طب تعالوا بقى نشوف الكوام دي، او نشوف الكيو اي ام بس في الفريكوانس دومين شكلها عامل ازاي، عايزين نرسم الكلام ده عامل ازاي. بص كده تاني على الشكل، عندنا تو تيرمز، واحد منهم عباره عن 2 دلتا. الدلتا بتترسم ازاي؟ الدلتا عباره عن خط عند الفريكوانس المتحدد، والام هنرسم 2 ام،
مره الام دي اللي احنا اصلا عارفين شكلها لسه راسمينه دلوقتي، مره هنرسمه عند فريكوانسي معين ومره عند سالب الفريكوانسي ده. تعالوا نشوف الشكل، هنرسم خط طويل شويه كده، افترض مثلا ان هنا الزيرو. خلاص المفروض ان لو انا عندي الام في اوميجا من غير شيفت هنا، يعني مثلا لو ام في اوميجا بس كده، فهي هتترسم حوالين مين؟ حوالين الزيرو. لكن هنا حصل عندي شيفت في الاوميجا، بقى عندي ماينس اوميجا سي وبوزيتيف اوميجا سي. ماينس اوميجا سي دي معناها ان هي هتتشفت عند الاوميجا سي، تمام، هتكون حوالين الاوميجا سي. بما انها ماينس يبقى ده ديلي، يعني رايح ناحيه الرايت. بوزيتيف اوميجا سي معناها ان احنا هنرسم الام في اوميجا بس عند مين بقى؟ عند السالب اوميجا سي، عشان في عندي ادفانس هنا بوزيتيف اوميجا سي. فهنيجي نرسم نفس الشيب ده بالظبط، بس مره عند القيمه اللي حصل لها ديلي ومره عند القيمه اللي حصل لها ادفانس، وهنرسم نفس الشيب بالظبط. تمام. طيب هل الامبليتود نفس الامبليتود الاصلي؟ يعني الامبليتود الاصلي هنا كان اي ام، هل ده هو نفسه اي ام؟ لا، هنلاحظ ان عندي الامبليتود هنا نص، يبقى انا هضيف هنا، ممكن نعملها هنا مثلا نقول نص اي ام، نفس الكلام هنا نص اي ام. ناخد بالنا من التفاصيل دي عشان مهم. طيب كده خلصنا اول جزء. تاني جزء، تاني جزء اللي هو ده الدلتا، عندي برضو اتنين دلتا. لو انا عندي الدلتا وفي اوميجا بس، يبقى دي كده تترسم عند الزيرو. لا، انا عندي هنا شيفت بمقدار نفس الكلام سالب اوميجا سي موجب اوميجا سي، والامبليتيود اللي عندي اي سي في باي. يبقى هاجي عند الاوميجا سي الاول دي وهطلع بلاين كده، ده كده الدلتا، ده كده شكل الدلتا اللي هو السهم ده. خلاص قيمته كام او الامبليتود بتاعه كام؟ اي سي باي. نفس الكلام الناحيه الثانيه، هاجي عند السالب اوميجا سي واطلع لاين كده سوليد اي سي باي. جميل. طب تعالوا بقى نشتغل شويه على الشكل ده. ده كده خلاص احنا كده رسمنا الموديليتد سيجنال في شكل الفريكوانس دومين. تعالوا بقى نشوف السيجنال الباند بتاعها بقى عامل ازاي. الباند قبل ما انا اضرب في كارير كان بي، من الزيرو لحد الاوميجا ام يبقى بي. اما دلوقتي احنا اتفقنا هناخد الباند من بعد الزيرو. طب من بعد الزيرو بقى عندي ايه دلوقتي؟ بقى عندي الدبل، ده دخل معايا لان ده كله بقى بوزيتيف. وهي دي فكره الدبل سايد باند، ان الباند بتاعنا بتاع السيجنال بيحصل له ايه بعد ما بتضربه في الكارير؟ بيتضاعف. بدل ما يبقى بي هيبقى نفس الكلام ده متكرر مرتين، فهيبقى 2B. من هنا لهنا هيبقى 2B. لو كان ده زيرو وده WM سالب WM، فهنيجي هنا هيبقى عندي WC. هنا بقى هنكتب ايه؟ المفروض نفس بالظبط الباند، يعني من هنا لهنا أوميجا M، فهاجي هنا هقول أوميجا C زائد الأوميجا M. تمام. نفس الكلام هنا هنقول اوميجا سي بس هننقص منها الاوميجا ام. دي بداية ونهاية الباد ويدث بتاعنا بتاع السيجنال. تمام. يعني ممكن يقولك التو بي ده بيساوي ايه؟ بيساوي الجزء ده ناقص الجزء ده، بحيث نجيب ايه؟ الباند كله. طيب زي ما احنا شايفين كده هو الباند الضعف. فعشان نميز الاتنين بارتس من بعض، هنسمي دايما البارت اللي بره، اللي بره ده اللي هو ده، هنسميه upper side band. تمام. نفس الكلام برضو السايد التاني، لما نروح للسايد التاني هتلاقي ان اللي بره ده برضو upper side band. البارت العكس اللي هو اللي جوه ده هنسميه lower side band. نفس الكلام هنا lower side band. تمام. خلينا برضو نكتب الاطراف الباند ويدث هنا وهنا. يبقى هنا عندي سالب اوميجا سي وضفنا عليها الاوميجا ام، وهنا سالب اوميجا سي ناقص الاوميجا ام. طيب
دي كده اهم التفاصيل اللي بتخص شكل الميديليتد سيجنال. خد بالك بقى من حاجة مهمة، في زي بارامتر كده مهم معانا بنستخدمه. البارامتر ده اسمه ميديليشن اندكس، الرمز بتاعه ميو، وممكن بعض الريفرنس يسموه ام، يعني الاتنين زي بعض. الميو او الميديليشن اندكس ده بيساوي ايه دايما؟ نسبة ما بين الامبليتيود بتاع السيجنال على الامبليتيود اللي انت بتضيفه على السيجنال في البداية، هو الدي سي بتاعك. دايما الميو دي بتكون قيمتها ما بين الزيرو وما بين الوان، تمام؟ فعندي ثلاث حالات. الحالة الأولى لو الميو ساوت الواحد، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاي سي بتساوي الاي ام. طب لو ده حصل شكل السيجنال هيبقى عامل ازاي؟ يعني قيمة الدي سي دي لما تضاف في البداية خالص مع الام اوف تي، الام اوف تي لما تتشفت هتتشفت بمقدار قد ايه؟ في الكيس دي هتكون بالظبط ملامسة للزيرو، يعني لو جينا رسمنا الام اوف تي هتبقى كده بالظبط على حافة الزيرو، تمام؟ طيب تعالوا كده نكبر الميو، يعني تعالى نزود الميو لو زادت عن واحد مثلا، هي المفروض ان اخرها واحد خلاص، طب تعالى نرفعها عن الواحد. اللي هيحصل في الحالة دي ان الام اوف تي هتنزل عن الزيرو، هتنزل عن الزيرو. طب لو نزلت عن الزيرو ايه المشكلة؟ المشكلة هتحصل في الريسيفر هناك وانت بترجع السيجنال لاصلها، هتحتاج تعمل complicated circuit شوية علشان ترجع السيجنال لاصلها تاني، فالموضوع هيبقى complicated شوية. طيب لو العكس، لو الميو كانت اقل من الواحد، في الحالة دي انت بترفع الام اوف تي عن الزيرو، في الحالة دي انت خلاص الام اوف تي طالعة فوق شوية عن الزيرو في حالة البوزيتيف يعني، فعملية الديموديليشن اللي هتحصل هناك في الريسيفر هتكون بسيطة مش هتكون complicated، وهي دي فكرة الفول كارير. يعني الفول كارير انت بتضيف دي سي بهدف ان لما تيجي تعمل هناك عملية الديموديليشن تكون سهلة، تكون سهلة ما تكونش صعبة على عكس انواع تانية. لكن في برضو سلبية عندي هنا، ايه هي السلبية؟ خد بالك لو جينا طلعنا تاني شفنا الفانكشن اللي كنا كاتبينها من شوية بتاعة الميديوليتد اللي احنا هنبعتها او ال QAM، هي مش الميديوليتد بقى، هي QAM عشان هي شاملة الاتنين. هي دي المفروض ان دي الميديوليتد، هو ده اللي احنا عايزينه، بس مفروض يعني هي دي المفروض ان احنا بنبعتها هناك، وهناك بنعمل عملية الديموديليشن عشان بس نطلع الام اوف تي. لكن في النوع الفول كارير بيبقى عندنا الترم التاني اللي هو الكارير، هو ده اللي بيساعد على ان الديموديليشن هناك يكون سهل، يعني عملية الديموديليشن ما تكونش صعبة. لكن انت باعت سيجنال تانية غير السيجنال اللي انت عايز تبعتها، فانت عامل ويست في الباور، يعني انت مخلي الشانل بتاعتك تستهلك باور زي ده، هي ما فيهاش انفورميشن، هي جاست بس كارير مش اكتر، يعني كارير عشان بس يساعدني هناك في الديموديليشن هتكون ابسط، لكن هي ملهاش اي علاقه بالانفورميشن، الانفورميشن نفسها هي الام اوف تي. فالسلبيه اللي عندي هنا ان عندي ويستد في الباور، في باور مفقوده او باور زايده عن الحد احنا مش مستفيدين منها بحاجه. فالنوع ده ليه ميزه وليه عيب. فنيجي كده نتكلم على الافشنسي بتاعت السيستم. هي نسبة الـ useful power على الـ total power، ايه هي الـ useful power؟ هي الـ power اللي فيها الـ information، هي الـ power بتاعت الـ sideband اللي هو الترم التاني، يبقى هنقول power of sideband على مين؟ على الـ power بتاعت الـ sideband بالإضافة للـ power بتاعت الـ carrier اللي احنا بعتينه مع الـ sideband، تمام؟ طيب يبقى دايما احنا بنسمي الكارير باور اللي هي البي سي ويستد باور، ويستد باور بيبقى ليها حساب معين، مفروض ان البي سي
بتساوي الامبليتيود سكويرد اللي بيتضاف على السيجنال اللي هو الدي سي يعني على 2R. اما السايد باند باور بي اس بي دي بتعبر عن اليوسفل باور. لما بنيجي نحسبها احنا قلنا البي اس بي اللي هو السايد باند، احنا عندنا تو سايد باندز، عندنا اللور وعندنا الابر، يعني هي عباره عن مجموع تو باورز، الباور بتاعه اللور سايد باند زائد الباور بتاعه الابر سايد باند. الواحده فيهم الباور بتاعتها بتمثل نيو سكويرد في اي سي سكويرد على 8R. بما اننا هنجمع الاثنين فاحنا هنضرب بره في 2، تمام. في بقى سبيشال كيس لو الميو بتاعتنا ساوت الواحد، في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هما بداوا يظبطوا الفراكشن دوت اللي هو الباور او الافشنسي، فتوصلوا في الاخر الافشنسي بتساوي الميو سكويرد على 2 زائد الميو سكويرد. ده امتى؟ ده بس في حاله لما تبقى الميو ب 1 بيبقى ده قانون الافشنسي، خلاص. فلو جينا خدنا بالنا من الكسر هتلاقيه طبعا الافشنسي ده لما بتضرب في 100% برسنتج هتلاقيها دايما 33%. ده امتى الكلام ده؟ لما الميو بتساوي 1. طيب اشمعنى عند الميو بتساوي 1 طلعوا الافشنسي دي؟ لان الميو بتساوي 1 دي افضل كيس، افضل كيس عندها ببقى ضامن ان السيجنال مش نازله في الزيرو، مش نازله عن الزيرو، مش نازله في النيجاتيف يعني، وفي نفس الوقت انا مدي دي سي يرفع السيجنال لفوق. يعني احنا لو فاكرين حالات الميو اللي قلنا عليها، اول حاله خالص كانت الميو بواحد، احنا قلنا في الحاله دي السيجنال يدوب ملامسه الزيرو، فهي مش تحت الزيرو. لو تحت الزيرو عمليه الديموديليشن هناك هتكون صعبه شويه، وفي نفس الوقت انا مش رافع السيجنال قوي، يعني انا مش شغال في الحاله دي، انا مش رافع السيجنال قوي لدرجه زياده عن اللزوم بحيث ان انا استهلك باور زايده ما انا مش مستخدمها. فاهمين قصدي؟ يعني الكارير كل ما انت بتضيف الدي سي اكتر كل ما انت بتستهلك باور اكتر، بتعمل ويست في الباور اكتر، فانا مش محتاج ان انا كل شويه اقعد اعلي. طبعا احنا كل ما هنعلي كل ما هيكون افضل ان السيجنال تبقى بعيده عن الزيرو، فعمليه الديمنتيشن تكون اسهل علينا ونعرف نطلع السيجنال بسهوله، لكن انا بضيع في الباور اكتر. فعشان كده افضل حاجه كانت عند الميو بتساوي 1، ولذلك هنا ال 33 دي اعلى افشنسي انا ممكن اخدها. يعني لو زود عن كده مش هقدر اجيب افشنسي اعلى من كده، دي بنسميها الماكسيمم efficiency. طيب نبدأ نطبق دلوقتي بالشيت، وهنبدأ بسؤال رقم 1. كارير ويف اوف فريكونسي اف تساوي 1 ميجا هرتز، الام دي المفروض انها ميجا، يبقى دي كده قيمة الفريكونسي الخاصة بالكارير. وذ فولتج اوف 20 فولت يوز تو موديليت ا سيجنال اوف فريكونسي 1 كيلو هرتز، يبقى الفريكونسي التانية ده الفريكونسي بتاع السيجنال اللي هيتعمل لها موديليشن اللي هي المفروض البيس باند. وذ فولتج اوف 10 فولت find out the following a new b frequencies of modulated wave. frequencies of modulated wave معناها بداية ونهاية الباند بتاع الويف، يعني هو هنا يقصد بيه اللور سايد باند والابر سايد باند. رقم 3 الباند ويدث البي اللي هو الفرق ما بين الفريكونسيز اللي احنا هنجيبها هنا. طب نبدأ بأول حاجة تعريف الميو. المفروض الميو الفراكشن ما بين الاي ام والاي سي، الامبليتيود الخاص بالبيس باند على الامبليتيود الخاص بالكارير. هو مدينا قيمه البيك فولت بتاعه الكارير ومدينا البيك فولت بتاعه السيجنال، مجرد بس ان احنا هنقسم الاثنين على بعض. بس طبعا هنبدا بالسيجنال الاول، فهنقول 10 على 20 تدينا نص. زي ما اتفقنا القيمه لازم تكون ما بين الزيرو وما بين ال1. بعد كده بي طالب الفريكونسيز الخاصة بالميديوليتد، يبقى بعد ما عملنا عملية الميديوليشن، فالمفروض زي ما اتفقنا شكل الميديوليتد سيجنال هيبقى عامل ازاي. زي ما قلنا احنا عندنا بارت في البوستيف وبارت في النيجاتيف، ممكن يكفينا احنا نرسم بس البوستيف لان هتبقى نفس الارقام.
فهنيجي عند الاف سي وهنرسم شكل السيجنال بالشكل ده. طيب فين هي الفريكوانسيز البدايه والنهايه الحدود يعني؟ فزي ما اتفقنا هنا هيبقى عندي الاف سي بلس الباند اللي كان هنا، تمام، اللي هو المفروض الاف ام. نفس الكلام هنا هنقول اف سي ناقص الاف ام. طب هل انا عندي الاثنين جيفن؟ المفروض في السؤال مدينا الفريكوانسي الخاص بالكارير وكذلك الخاص بالبيس باند، فكل اللي احنا هنعمله بس ان احنا هنعوض تعويض مباشر في القيم. هنبدا نجيب اول حاجه الاف سي زائد الاف ام. الاف سي 1 × 10^6 زائد 1 × 10^3 اللي هي البيس باند، هتدينا 1100 كيلو. نفس الكلام هنجيب الجزء الثاني اف سي ماينس الاف ام، وده كده الجزء بتاع الايه الابر وده الجزء بتاع اللور. هتدينا 999 كيلو هرتز. تمام، ده كده الفريكوانسيز اللي اتطلبت عندنا في بوينت بي. جه بقى في بوينت سي وقال لك الباندويث. ايه هو الباندويث؟ هو الفرق ما بين البدايه والنهايه، ما بين الابر واللور. يبقى سي الباندويث المفروض هو الفرق ما بين الفريكوانسي اللي احنا جبناه بتاع الابر سايد باند ناقص الفريكوانسي بتاع اللور سايد باند. هيدينا 2 كيلو هرتز. عشان نتأكد من الناتج ده المفروض زي ما قلنا قبل كده الموديليتد سيجنال اللي بتطلع دي بتطلع هنا عند الاف سي هي ضعف مين؟ هي ضعف السيجنال قبل ما يحصل لها الموديليشن اللي احنا سميناها من شويه ام في اوميجا، كانت هنا كانت عند الزيرو، صح كده؟ لما اتفقنا قلنا ده كله بي، يبقى ده مفروض بقى كام؟ بقى 2 بي. وفعلا الجيفن عندنا هنا اللي هي الاف ام كان مدينا 1 × 10^3، فلما اتضاعفت بقت 2 كيلو. هنيجي بعد كده لسؤال 2، سكتش ذا اي ام سيجنال اي زائد ام اوف تي مضروبه في كوزين. اتفقنا الاي ام سيجنال هي عباره عن السيجنال بتاعتنا البيس باند، ضفنا عليها قيمه الدي سي وفي الاخر ضربناهم في الكارير، بحيث يبقى مضمون السيجنال دي حاجتين الموديليتد بلس الكارير. For the periodic triangle signal M of T على اعتبار ان الشكل ده هو ال M of T shown in figure corresponding to the modulation index mu نص 1 × 2 infinity. واحنا هنرسم 4 cases مختلفة لل AM signal. خد بالك السيجنال المرسومة اللي هي ال M of T دي اللي هم رسمناها طبعا في دلالة ال time domain، فاحنا برضو هنرسم ال AM في ال time domain مش في ال frequency domain لان الشكلين هيكونوا مختلفين عن بعض. طب تعالوا حاجة نبدأ ب mu بنص، وعشان نرسم الـ AM شكلها هيبقى عامل ازاي محتاجين نعرف في حالة كل ميو الشفت اللي حصل او قيمة الـ DC قيمتها كام بالظبط، خلاص محتاجين نعرف قيمة الـ AC كام، فكل مرة هنجيب قيمتها وبناء عليها هنشوف الشفت اللي هيحصل في السيجنال قد ايه. يبقى أول بوينت في حالة الـ ميو تساوي نص. طبعا احنا عارفين الميو هي عبارة عن AM على الـ AC، المفروض في الكيس دي بتساوي نص، وطبعا الـ AM من الشكل البيك بتاع السيجنال قيمته 10، خلاص ده جيفن معانا، يبقى هنا هنحط 10، يبقى من الكيس دي هنلاقي إن الـ AC قيمتها 20، يبقى أنا هرفع السيجنال ببيك مقداره 20، يعني البيك بتاع السيجنال بدل ما يكون عند 10 هيكون عند 30. واتفقنا وقلنا الـ AM دي نتيجة عملية الجمع وبعدين الضرب في الكارير، فالشكل هيطلع ازاي؟ هيحصل ميرور للسيجنال زي ما هي شكلها كده فوق يبقى نفسها تحت وما بينهم الكوزين. لما نيجي نرسمها لو افترضنا ان ده الزيرو الاصلي عندي، احنا شفتناها مقدار 20، خلاص يبقى احنا هنطلع من 20 ده بمقدار 10 بحيث يبقى البيك فوق 30. نبدأ ننزل كده ننزل وهكذا، تمام. نفس الكلام تحت بنفس البعد بالظبط نفس الارتفاع،
تقريبا كده خلاص، وما بينهم لازم نرسم الكوزين. طب هتكملها كويس عشان مش عارفه اظبطها، بس في الرسم بالشكل ده خلاص. دي كده الـ AM signal شامله الكارير مع الموديليتد. طب تعالى نشوف تاني حاله. لما النيو تكون بواحد، اتفقنا قلنا في الحاله دي ايه اللي حصل هنا؟ المفروض في الحاله دي البيك بتاع السيجنال يكون هو نفس البيك بتاع الكارير، تمام؟ فالمفروض في حالة الميو واحد على طول الـ AC 10، تمام؟ فأنا هرفع السيجنال بمقدار 10، معنى كده إن البيك الجديد هيكون عند الـ 20، والسيجنال في الحالة دي هتكون ملامسة للزيرو، يعني الجزء النيجاتيف ده كله هيطلع فوق، هيكون الحد بتاعه هو الزيرو. الشكل ده ونبدأ نرسم. دي كده الـ AM. في حاجة مهمة بس عايزة انبه عليها هنا، لما نيجي نرسم الـ AM لازم شكل الانفلوب اللي فوق واللي تحت ده يكون داش لاين، يعني مينفعش يكون سوليد كده. يعني وانت بترسم الخط الازرق ده اللي هو بيعبر عن الـ AM بتاعتك اللي انت بتشفتها، مينفعش يكون سوليد، لازم تخليه داش، لانه المفروض ان هو مش موجود في الرسمة. يعني انت بس بترسم شكل الكوزاين، فاحنا في الاول بنحطه وبعد كده بنحط جواه الكوزاين، فلازم تخليه داش ميبقاش سوليد. نيجي بعد كده للميو التالتة اللي هي قيمتها باتنين، وفي الحالة دي طبعا الميو زادت عن الواحد، يبقى المتوقع ان في جزء من النيجاتيف هيكون موجود، يعني السيجنال مش كلها هتطلع فوق. نبدأ نشوف في حالة الميو اتنين، هنلاقي ان الاي سي هتساوي 5. طيب يبقى احنا هنرفع البيك من 10، هتبقى المفروض 15 خلاص، والبداية هتكون عند 5. هنيجي نرسم كده، يعني هننزل شوية تحت كده وهناخد جزء من النيجاتيف، جزء بسيط من النيجاتيف، وبعدين نطلع تاني وننزل. خد بالك حاول تخلي الجزء اللي تحت ده يكون نص الاصل، يعني لو الام اوف تي مثلا نازله لحد السالب 10، فانت هتخلي دي نازله لحد كام؟ بادئه من عند السالب 5، تمام؟ ده كده الجزء العلوي. نفس الكلام هننزل تحت، ترفع شويه كده تنزل بالشكل ده. طبعا هنخليه داش، مينفعش نخليه سوليد كده، يعني امسح السوليد وخليه داش خلاص. بعد كده هترسم الكوزاين، هتيجي هنا لازم تقف كده وبعدين نكمل تاني بعد كده بالشكل ده خلاص. فيبقى البداية عندك هنا من 5، نفس الكلام هنا سالب 5. نيجي لاخر حاجه خالص، قايل لك الميو قيمتها انفينيتي. في الحاله دي بما ان الميو انفينيتي ده معناه ان الاي سي في الحاله دي بزيرو، يعني انا ما عنديش اصلا دي سي مع السيجنال. فايه اللي هيحصل بقى في الحاله دي؟ كانك انت ما رفعتش حاجه في السيجنال دي، فانت هترسمها هي هي بالظبط على الزيرو والميرور بتاعها. نفس الكلام تحت، صوت نفس البيك بالظبط، مفيش شيفت ولا اي حاجه، وما بينها الكوزاين بالشكل ده. طبعا
طبعا النوع ده بقى لما يبقى ال AC بزيرو يعني ما عندكش اصلا DC، ده بيقودنا لنوع تاني من انواع ال AM modulation اسمه ال double side band suppressed carrier. suppressed يعني من غير carrier، من غير قيمة DC اتحطت مع السيجنال الاصلي. نشوف بعد كده سؤال 4. A given AM transmitter develops an unmodulated power output of 1 kilowatt across a 50 ohm resistive load. يبقى عندي ترانسميتر المفروض ان هو بيترانسميت لل unmodulated signal، والسيركت اللي جوه الريزستيف اللود اللي عندي قيمته 50 اوم، وقلنا sinusoidal test tune يبقى ده نوع السيجنال اللي هتتبعت. test tune with a peak amplitude of 5 فولت، يبقى ده كده قيمه الامبليتود الخاصه بالسيجنال اللي احنا هنبعتها اللي هي الاي ام. is applied to the input of modulator and a modulation index اللي هي الميو قيمتها 0.8. determine the following quantities in the output signal. اول حاجه the peak amplitude of the lower side band، عايز البيك امبليتود بتاع السايد باند بس مش التو سايد باند، المره دي محدد في اللور سايد باند. لور سايد باند لو فاكرين من شويه لما جينا رسمنا الميديليتد سيجنال اللي هي بتتبعت، لما جينا رسمناها هنا عند الاف سي وعند السالب اف سي، قلنا ان البيك اللي هنا بيكون نص الايه البيك بتاع السيجنال الاصليه اللي هي البيس باند، يعني نص الـ AM دايما. خلاص، فلو قال لك lower side band او upper side band يعني هو اخد جزء كده من الـ side band مش الـ side band كله، يبقى المفروض ان الـ amplitude هيكون النص. تمام، نيجي هنا A peak amplitude floor side band المفروض ان هو بيساوي نص من الـ AM يعني 2.5 فولت. بعد كده the ratio of total sideband power to carrier power، خد بالك الـ ratio دي مش هي نفسها الـ efficiency، انت هنا هتقسم بس الـ sideband على الـ carrier. فهنجهز الاتنين، أول حاجة هنجهز الـ power بتاعة الـ sideband المفروض هي بتساوي نيو squared AC squared على 4 في الـ R. طبعا المرة دي كتبنا ليه الار لان هي جيبن، هو محددها عندنا هنا، كاتب لك قيمة المقاومة اللي عندنا 50 اوم. خلاص، طيب ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نجيبها؟ طبعا انا معايا الميو، خلاص محتاجين نجيب الاي سي، يبقى من هنا المفروض ان الاي سي بتساوي الاي ام على الميو تدينا 5 على 0.8 6.26 فولت. نيجي بعد كده نعوض، يبقى الباور بتاعة السايد باند المفروض هتساوي 0.8 سكويرد مضروبة في 6.25 سكويرد على 4 في 50، هتدينا 0.125 فولت. ده كده البسط. نجهز المقام اللي هو الباور بتاع الكارير اي سي سكويرد على 2 ار، جبنا طبعا الاي سي من شوية 6.25 سكويرد على 2.50 ادينا 0.39 فولت. بعد كده هنجيب الريشيو، يبقى طالب ال PSB على ال PC هتدينا 0.32. بعد كده مطلوب التالت ده توتال باور، دي بقى سهله خلاص، احنا معانا جبنا من شويه السايد باند باور وجبنا الكارير باور، كل اللي هنعمله بس ان احنا هنجمع الاثنين. يبقى اخر حاجه سي البي توتال هي البي بتاع السايد باند بلس البي بتاع الكارير هتدينا 0.515. نشوف سؤال رقم 5. The figure shows a scheme for coherent or synchronous demodulation. Show that this scheme can demodulate the AM signal regardless the value of A. فالكيس دي او البلوك دياجرام اللي عندي هنا الخاص بالديمودوليشن، العمليه اللي بتحصل عند الريسيفر، المفروض الاي ام دي جايه من الشانل لحد ما وصلت للريسيفر. طب هو طالب ايه في السؤال؟ بيقول لك اظهر او اشرح ازاي البلوك دياجرام دوت هيطلع في الاخر السيجنال الاصليه، يعني هيعمل ديمودوليشن للاي ام.
تعالوا نمشي كده ستيب باي ستيب ونشوف ايه اللي بيحصل. مبدئيا دي الاي ام اللي جايه من عند الترانسميتر، خلاص. اول ستيب لازم تحصل ان هي تتضرب في كارير مماثل للكارير اللي اتضربت فيه هناك في الترانسميتر. فدايما اول حاجه بعملها في الديموديليشن ان انا بضرب بكارير بنفس الفريكوانسي بالظبط هنا، خلاص. بمسك الاي ام كلها واضربها تاني في الكوزان. خلينا بس نسمي الاوت بتاع كل ستيج، خلينا نقول مثلا دي جي اوف تي، خلينا نسمي دي الواي اوف تي، نشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا نجيب الجي اوف تي. المفروض الجي اوف تي بتساوي الاي ام سيجنال اللي هي الاي زائد الام اوف تي مضروبه في كوزين سكويرد اوميجا سي تي. طب تعالى نوزع كده. تمام. طبعا مش هينفع اشتغل خالص بالتربيع، فلازم اعمل ايه؟ لازم استخدم الدوال المثلثية وقواعد المثلثات علشان اقدر افك الكوزين التربيع. فلما تتفك هيبقى شكلها كالتالي. كان في طبعا نص بره، فهنوزعه على الحدين بتاع الكوزين سكويرد، فتبقى نص a زائد نص a في كوزين الضعف اللي هو 2 اوميجا سي تي. خلاص ده كده اول ترم. تاني ترم نص ام اوف تي زائد نص ام اوف تي في كوزين 2 اوميجا سي تي. ده كده الخرج اللي هيطلع بعد الملتبلاير ده، خلاص. 1 2 3 4 ترمز او 4 حدود. طب خد بالك احنا عايزين ايه او محتاجين مين؟ احنا محتاجين الام اوف تي، محتاجين نسترجع الام اوف تي. يعني احنا عايزين دلوقتي اي ترم من الاربعه، محتاجين الترم الثالث، محتاجين الترم ده، خلاص. فعلشان اخده خد بالك يعني اول ترم خالص ده دي سي، تمام، ما فيهوش فريكوانسي اصلا. الترم الثاني كوزين 2 اوميجا سي تي، يعني يشبه الفريكوانسي بتاع الكاري بس ضعف الكاري، فده فريكوانسي عالي. الترم الاخير ام اوف تي برضه مضروبه في كوزين 2 اوميجا سي تي، برضه تردد عالي. فمحتاجين فلتر يكون نوعه لو باس فلتر، بحيث يعمل ايه بقى الفلتر ده؟ يكستراكت او يطلع لي او ياخد بس اللو فريكوانسي ويسكيب الهاي، بمعنى ان هو مش هياخد ده ولا هياخد ده ولا هياخد ده، كده كده اصلا الفريكوانسي بتاع الدي سي بزيرو. هياخد بس مين؟ السيجنال اللي احنا اتفقنا في البدايه خالص ان الفريكوانسي بتاعها اصلا قليل، تمام. فالخارج ده كله او الجي اوف تي لما تدخل على اللوباس فلتر، المفروض ان خارج اللوباس فلتر هيطلع مين؟ هيطلع الام اوف تي ومعها الدي سي، لان الدي سي كده كده ملوش فريكوانسي، لكن هو اكيد هيسكيب الهاي فريكوانسيز مش هياخدهم، تمام. فهنقول هنا ان اللو باس فلتر بيعمل سبريست. يعني ايه؟ يعني بيلغي او بيشيل الهاي فريكوانسيز، خلاص. لكن بيعدي مين او بيعمل باسز لمين؟ لللو فريكوانسي. وبالتالي يبقى الواي اوف تي اللي هتطلع هناخد ده مع ده، خلاص. النص بره عامل مشترك، يبقى نص A زائد ال M of T. طيب احنا لسه ما وصلناش ال M of T، احنا مش عايزين ال D C. ال D C ده احنا ضفناه هناك في الترانسميتر، محتاجين هنا نشيل ال D C، فلازم اعدي على ستيج تانية اللي هي الأخيرة اللي هتعمل D C بلوكر، هتلغي ال D C، خلاص. فهنقول هنا ال D C بلوكر سبريس الدي سي فاليو، بحيث يبقى الاوتبوت النهائي خالص هيساوي ايه بقى؟ هيساوي نص ام اوف تي. بعد كده بقى احنا يعني الخطوه الاخيره دي احيانا بتتحط واحيانا ما بتتحطش، على حسب قيمه الامبليتيود بتاعنا. المفروض النص ده احنا بنعوز ان احنا نلغيه
عن طريق امبليفاير، واحنا بنضيف في الاخر امبليفاير يكبر الامبليتيود بتاعنا خلاص. بس يعني الخطوة دي كده كده خلاص، يعني انت كده كده وصلت للام اف تي، فالخطوة دي عادي متعتبرش خطوة اساسية، يعني ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش، المهم ان احنا هنا وصلنا للسيجنال الام اف تي لوحدها من غير اي زيادات، من غير اي اضافات فيها. وبكده احنا خلصنا شيز 3. اشوفكم على خير ان شاء الله المرة الجاية، مع السلامة.